مرحبا برج الميزان، أهلا فيك في قراءتك العاطفية. يعني راح تكون للأسبوعين القادمين. المرة راح أسويها بأسلوب المرايا، أنت على هاي الجانب، الحبيبة والشريكة على الجهة المقابلة، وإذا حسيت أن الجهة المقابلة تنطبق عليك أكثر فاعكس القراءة بما يناسب وضعك. القراءة راح تكون حق الطالع والشمسي وأيضا القمري. وأول شيء نشوف جانبك أنت يا برج الميزان. أوكي، الطاقة العامة، عندنا الطاقة الفرعية والشريك الجهة المقابلة، الطاقة العامة والطاقة الفرعية. برج الميزان، طاقتك العامة ملكة السيوف، وهي طاقتك الطبيعية طاقة السيوف الهوائية. الشريك عنده العالم. انت في الفترة القادمة تريد أن توضح أو تتأكد من شيء مع الشريك، تريد أجوبة واضحة. دائما ملكة السيوف هي الملكة اللي ما عندها أي مشكلة أن تسحب السيف على أي أشخاص أو أي موقف. قبل ما تسحب السيف على الشريك أو تريه وجهك الآخر، تبي تتأكد من شيء معين أو تحصل على كل الحقائق، لأن هاي الملكة هي ملكة العقل، ما تتصرف بداعي العاطفة، وهذه هي الطاقة الهوائية. فكأنما أنت هني تبي تحصل منه على جواب أخير، ولكن شريكك يرفض أن يعلق على الموضوع ويرفض المواجهة. عندنا كرت العالم، هو كرت السفر، واحتمال أيضا أنه يكون كرت الهروب، الهروب من مواجهة ملكة السيوف. خلنا نشوف ما هي الأسباب. اوكي، بخصوص الشراكة اللي وعد فيها انا برج الميزان، متى راح تصير؟ وهل عندك شريك اخر؟ وهل انت اساسا ترغب في الشراكة والارتباط؟ اسئلة مهمة ابتدت تطلع عندك انت يا برج الميزان، وترغب باجابة صريحة. شريكك اشوفه هني يماطل، ما يبي يعطيك جواب، وما يبي يلتزم في الفترة القادمة، او يبي يخلي الامور مثل ما هي عليه. لأن يعني دائما هاي الكرت يتكلم عن ان احنا نصك فصل ونبتدي فصل جديد. هو مش راغب ان ينتقل الى المرحلة الثانية. هل احتمال المرحلة الثانية بالنسبة لكم هي مرحلة الارتباط، او مرحلة ان يظهر الشريك افعال تعكس انه هو فعلا يشوفك ان انت نص الثاني، تعكس انه هو يشوفك كشريكة حتى لو ما كان لحد الان في زواج، يعاملك على اساس انه انت شريكة، يعطيك اجوبة، يفسر لماذا اختفى، يفسر لماذا يتأخر، يفسر وين كان وشنو كان قاعد يسوي. هاي نوع من الاجوبة، اجوبة بخصوص الشراكة وبخصوص ما اعنيه انا لك. ولكن مو شرط ابدا ان تكون نية سيئة، ممكن يكون هو انسان، راح نشوف في القراءة، هو انسان ما يقدر على المواجهة او ما يحب ان يظهر نية الحقيقية بالكلام، يحب يظهرها بالأفعال. خلنا نشوف ما يقابل طاقتك هني. أوكي، السيف الصغير، نعم مثل ما قلت لك أنت ملكة السيوف وهو السيف الصغير. يمكن أنك تتعامل أيضا مع برج هوائي أو ناري، عندنا أسد، حمل، قوس أو دلو، جوزاء، ميزان آخر. أيضا شريكك أحس تشوف بعدم الثقة. انت هني ملكة السيوف الملكة الواثقة، لان هذه الملكة مرت بامور كثيرة لحد ما ادركت شنو تبي في الحياة، خصوصا في الحياة العاطفية، عن ماذا تبحث وعن من تبحث، شنو صفات الشريك. انت شوفك كأنما في الفترة القادمة متأكد اكثر من شريكك. شريكك لحد الان حتى لو كان في نفس سنك او اكبر منك، ولكن داخليا مش ما يمتلك نفس الثقة، ما يمتلك كل الاجوبة. الأجوبة الأسئلة اللي أنت قاعد تطرحها، هذا الشخص نفسه قاعد يهرب، مو لأنه يرغب أن يهرب من العلاقة أو الارتباط، لا، لأنه هو نفسه لا يملك الأجوبة حاليا، توا في بسم الله توا يحاول يسأل أو يطرح الأسئلة نفسهم على نفسه. شنو أنا أبي من هالعلاقة؟ شنو أنا أبي من الحياة بشكل عام؟ من أنا؟ وشنو لازم أتعامل مع شريكي؟ أشوفه كأنما شخص طاقته مراهق، ولكن مو المراهقة السيئة، وإنما طاقة المراهق اللي شوي مش ناضجة، مش واثقة، لحد الآن لم يتعرف على نفسه بشكل كامل، ما بالك أن يدافع مثلا عن العلاقة أو يواجه.
أو يقف شجاعا أمام أسئلتك. برج الميزان، أنت أكثر نضجا من شريكك في الفترة القادمة، أو على الأقل أنت عندك الأجوبة للأسئلة، ولكن بالتأكيد مو شريكك. عندنا 10 الأكواب، العلم كله عندك أنت. فالأسئلة، شوف، بما أن حين فهمت الطاقة، بما أن أنت اللي قاعد تطرح الأسئلة، وأنت اللي صاير أنضج عاطفيا من شريكك، أكثر ثقة، صاير دائما برج الميزان شعار الميزان، ويتكلمون عنه أنه هو يتأرجح ما بين الرفض أو القبول، ولكن لا، في الفترة القادمة أنت راح تكون واثق أكثر، متأكد أكثر، لأن أخذت وقتك تحلل كل الأكواب، كل الأجوبة، كل الحقائق. أنت اللي عندك ترى الأجوبة. وأشوف في نفس الوقت، قبل ما أفتح هذا الكارت، أشوف أن شريكك ينتظر أن أنت اللي تعطيه الأوامر، هو يشوف نفسه أقل منك، يعني أنت تفصل وهو يلبس، ما عنده مشكلة، عنده قبول لهذا الشيء، ولكن مش من النوع اللي يحس نفسه لحد الآن مرتاح أنه يبتدي المبادرة. فإذا كنت مثلا تنتظر منه، خلنا ننتقل إلى التطبيق العملي لهاي الطاقة، إذا تنتظر منه أن أخوه يتصل أو أخوه يسأل، أخوه يعطيك مثلا الهدية مالت عيد ميلادك، أو يذكرك في مبادرة لطيفة جميلة، في شيء حتى لو كان بسيط ولكن يحسسك بالحب، معناته هذا الشخص ينتظر منك أنت تعليمات. هذا الشخص طاقة المراهق، عنده سيف في يده ولكن سيف صغير، ما يعرف شلون يتصرف. أنت مهد الطريق لكله، ينتظر منك تعليمات وأوامر. إذا أعطيت التعليمات والأوامر، كنت واضح معه بدون أن تسحب عليه السيف، راح يحس بثقة أكبر في العلاقة، وراح يبتدي يطبق تعليماتك. خلنا نشوف هني الكرت مقابل 10 أكوابك، 5 السيوف بالضبط، لأنه يخاف أن أي حركة أو أي تصرف يسويها يكون خاطئ أو ما يناسب مستوى توقعاتك. هذا الشخص أشوفه يخاف من ردة فعلك، مثلا أن أنت تكون ما تب الارتباط وهو دائما يحوم حولك، هذا طاقة اللي يحوم. أن أنت مثلا بالعكس تكون تب الارتباط وهو يحس نفسه ما قاعد يسوي كفاية. لأجل ذلك أنت اللي مهد الطريق، مثل ما قلت لك، أنت اللي مهد الطريق عشان ما يحس هو بالخوف في 5 السيوف هني يخاف ان هو اللي راح يفسد الامر بينك وبينه، لاجل ذلك ما قاعد ياخذ اي مبادرة او خطوة، لانه ينتظر منك انت الجرين لايت او الضوء الاخضر. ماذا تريدني ان افعل؟ اخبرني يا برج الميزان، لان اللي تريدني ان افعله سافعله، ولكن على الاقل سافعله وانا متأكد ان انت راضي عنه، اوكي، بدل ما اسويه وايضا ما يعجبك. كارت العدالة، هذا كارتك أنت يا برج الميزان، بالضبط، طاقتك جدا ناضجة في الفترة القادمة، وأشوفها راح تبتدي من منتصف يونيو وتستمر إلى نهاية العام. برج الميزان لن يظل متأرجحا، راح يكون واثق أكثر ومستقر أكثر في طاقة الهوائية. ملكة السيوف بالعادة لما تطلع عند الجوزاء أو الدلو معناتها مستعدة تقطع، تنهي شيء، ولكن أشوفها هني عندك لا، مجرد واجهة، مجرد مستوى جديد من النضج أنت وصلت له، صارت عندك الشجاعة الكافية للمواجهة، أو على الأقل أنك تكون واضح، أنك تكون صارم، أن أنت تكون واضح بخصوص شنو اللي تبيه من الشريك. كرت العدالة، راح تسوي الأمور في الفترة القادمة. شوف الميزان، ما في شيء لحد الآن، ضع في الميزان اللي أنت تريد أن تضع فيه. ماذا تريد أن تضع؟ شريكك سوف يتبع تعليماتك، احتمال انك تتعامل مع برج الاسد او برج ناري، لان اشوف انك ان ما صعب بالنسبة له يفهم طبيعتك الهوائية، خصوصا انك رحت من 0 إلى 1000 بسرعة، انتقلت الى هذا المستوى من النضج، الى هذا المستوى من التأكد. يعني كأن، ما بعطيك مثال، عندنا هني مثلا دكتور كبير في الجامعة او فيلسوف، يقول للطالب، بما أنه هني طاقة المراهق، يقول للطالب أنا في شيء معين في بالي أبيك تسويه ولازم تحققه كما أنا أرى في مخيلتي. ما هو هني التلميذ بيقول له شنو الشيء اللي قاعد أنت ترى في مخيلتك، ساعدني عشان أساعدك، ساعدني عشان أحققه. محتاج شريكك تعليمات أكثر وأوضح منك في الفترة القادمة، شنو اللي تشوفه،
من العدل أن يحدث للعلاقة أن تمشي، أن تأخذون الأمور ببطء، أن تنتقلون إلى مرحلة جديدة. ما عليك سوى أن تخبر شريكك. عندنا كرت الشمس، وضوح الأمور. شريكك محتاج الوضوح منك، مو محتاج طاقة التخويف أو الترهيب، لا، محتاج طاقة أن تأخذ بيده وتعلمه. اعتبره مثل الطفل الصغير اللي نشوفه هني في هذه الصورة. وإن كان شريكك قلت لك أكبر منك بالسن، ولكن هو شخص غير ناضج أو طفل. طفل لحد الآن لما يأتي الموضوع للحب ما يعرف يتصرف، يفقد توازنه. أنت راح تكون مثل المرساة أو قوة التوازن في العلاقة في الفترة القادمة. وخلنا نشوف شلون راح يتطور الأمر بينكم بحلول نهاية الشهر. هذا كارتك. هذا كارت الشريك. ثمانية الأغصان بالضبط. كل أوامرك تنفذ، وتعليماتك حتى، كل تعليماتك تنفذ بالحرف. هذا الشخص شاطر، أنت تتعامل مع شخص شاطر في تنفيذ التعليمات، خصوصا إذا كانت تعليماتك دقيقة وواضحة. مثلا أنا أحب شريكي يتصل فيني كذا مرة في اليوم، أنا أحب شريكي أكون عارف وين أهو وشنو قاعد يسوي وبيننا تواصل طول اليوم، أو العكس ما تحب هذا الشيء. واضحة للشريك وواضحة بطريقة تفصيلية، لأن اللي أنت ترسله تجاه شريكك هو اللي راح ينفذ. فأحرص أن تعليماتك نفسها مفهومة وواضحة وشاملة. خمسة الأكواب. شريكك هني يخاف أنه يخيب ظنك، يخاف أنه يخطئ. شوف خمسة مع خمسة، خمسة سيوف وخمسة أكواب. يخاف أنه يخيب ظنك، لأن أهو أنت اللي ما تعرفه عن شريكك أنه أهو في السابق صارت عنده خسارة في حياته العاطفية، والسبب تصرفاته لأنه ما عرف كيف يتصرف. فعنده أشياء دفينة من الماضي يحاول أن يتجنبها في هاي العلاقة معاك، أنه ما يرد يرجع لنفس الخطأ. فأنت اعتبر نفسك أنت المحرك الأساسي للعلاقة في الفترة القادمة. خل تعليماتك تكون مثل الأم اللي تأخذ بيد الطفل الصغير وتفهمه وتربيه. شريكك محتاج إلى وقتك وطاقتك وطولة حتى بالك، طولة بالك بما أن عندنا ملكة السيوف اللي ما عندها صبر، طولة بالك وتعليماتك وإرشاداتك الواضحة. وشريكك إن شاء الله أشوف أنه راح يستجيب لتعليماتك. عزيزي برج الميزان، هذه كانت قراءتك العاطفية. أتمنى لكم كل التوفيق وشكراً.